ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم، معكم احمد شلتوت، قناه فيشنج اند هانتنج، تعلم في الصيد. الجو هوا شويه فانا اخلي الهوا في ظهري، يا رب ما يكونش طالع. بس فين في البتاع، خش كاستنج كده المغرب باذن الله ناخد سمك ان شاء الله. بسم الله. ما شاء الله جاري ضربة اهي. بسم الله. جاري ضربة وفكت. اهي مسك الدنيا. يا عيني اتكلفت خالص. انت بتسلك اي سمكة ضروري ضروري يكون معاك حاجة تسلك بيها. هنسلك الديل الاول. عشان اسلك دوستي. كوبر لبدل مروحة ده نجربه. كام رمية بتعمل ايه؟ سخرت سمكة ولا؟ هاي يا فكت لسه بتجري ورا. طلعها لها من النهاية حاجة تحت خالص كده. ساعات بتجري وراها. ما تسيبها واشتغل بغيرها، خلص ما تضيعش وقتك على التسليك. سيبها خالص واشتغل كاستنج في بياض اهو. معايا اهي ما شاء الله. يا ابني ركنها خالص، سيبها خالص. سيب اللي في ايدك خالص واشتغل كاستنج. ما شاء الله معايا. ايه ده بقى؟ ايه دي؟ بسرعة يا محمد. امور. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا المغرب مع اذان المغرب يكون في ضرب وفي شغل حلو، بالذات لما تكون في مكان كويس. يعني
الحمد لله المكان ده شكله حلو. ضربة جانب تانية ضربات ما شاء الله معي سمكة ما شاء الله. هاي بلول صغير، الهامور الصغير ده بترجعوه المية عشان يكبر. بشتغل على وش الحجارة ومشي اللور بالراحة بحس الهامورة تلحق عليه طوله. يعني يعني في أسماك بتحتاج اللور يجري بسرعة زي الدراكات والباراكودا وكده، هوامير وكده بتحتاج العملية بطيئة، بتحتاج سرعة السحب تكون بطيئة. جاني ضربة لا تنزل تحت شوية على وش الحجارة. طبعا على وش الحجارة دي الخوف ان هي ممكن في لحظة تمسك في الحجر، لان انا مش شايف العمق قد ايه، لان احنا المغرب الدنيا بدأت تظلم. خليني على الهادي كده. اهو هي حجر، فدي المشكلة. المشكلة بقى في الحجارة دي، وطبعا ده سينكينج، يعني ما بتسيبه يغطس ما بيطلعش. حتة ان هي تفك من الحجارة دي صعبة، فهضطر ان انا اقطع عشان اكمل صيدي. طبعا بسرعة كده اربط مكان اللي قطع. الربطات دي يا جماعة بعد فترة لما بتتعلموها ما بتبذلش فيها مجهود خالص. يعني ممكن تعملها عادي فعلا وانت مغمض او الدنيا ضلمه، مش فارقه معاك. يعني ايه ده؟ ايه اللي ضرب معاك ده؟ والله ما شاء الله يا مسح، هي ضربه شديده. بطئ شويه وانزل على وش الحجر. انت اللي انزل على وش الحاجة، او خلي وش السنارة للاخر هنا. ورخي الدراك شوية لان البروسيات مش هستحمل ضربة زي دي. ضربة شديدة.